معانا اطفال مريضه بمرض ام بي اس النوع السادس. المرض ده بيعمل لهم تضخم بالكبد وتضخم بالطحال، تضخم بالقلب، قصور في عضله القلب، ارتجاع في صمام القلب، ضعف في السمع، ضعف في البصر، عتمه بالقرنيه، تيبس بالمفاصل مع عدم القدره على الحركه. لهم معانا حكم محكمه اللي واخد، انا واحد من الناس معايا حكم من 18/11/2013 لغايه الان ما همش قادرين يصرفوا التامين على وزير الصحه ورئيس هيئه التامين. ما همش قادرين يصرفوا لنا العلاج. جينا هنا كذا مره مجلس الوزراء يطلعوا لنا قرار ونيجي ندور على قرار ما نلقاهش. اخر قرار كان هنا يوم 21/10 طلعوا لنا قرار وراح لوزاره الصحه برقم 20/180 بتاريخ 21/10 بصرف ثلاث شهور للعيال دي. بنيجي ندور ما احناش لاقيين، العلاج. وعمالين بتاع وزاره الصحه تحيرنا ما بين وزاره الصحه وما بين التامين، وما همش عايزين يصرفوا لنا العلاج. والعيال بتموت. ايمان عندها 15 سنه، دي ماتت يوم 19، عماله تقول انا نفسي اخد حقن، نفسي اخد حقن عشان اروق. العلاج هيجي لي امتى؟ عشان قبل ما تموت. بتكلم الدكتور هو بيكشف عليها قبل ما تموت بساعه، تقول له العلاج جاي لي امتى يا دكتور عشان اروق. اختها بسمة نايمه الوقت مريضه في البيت برضك ومتعلقه لها اجهزه سخونيه مش قادره تنزل من عندها. ايمان كانت سخنه والسخونيه اثرت عليها في ساعتها، لان العيال دي ما عندهاش مناعه خالص نهائي. انا معايا ثلاث اطفال، ما فيش حد، ما حدش صوتنا ما بيترفعش لاي حد. احنا عايزين صوتنا يوصل للرئيس، يوصل للعالم كله. الرئيس عنده علم وعارف بكل حاجه، بس ما اعرفش هما بيعملوا. احنا نروح دوله تانية، والله العظيم انا مستعد اروح اسرائيل ذات نفسي واقول لهم عالجوني، مصر ما هيش قادره تعالج عيالي. والله اروح اسرائيل، انا بطالب بعلاج العيال دي. العيال دي لها علاج. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل الله داء الا وله ايه دواء. هم متحججين لي يقولوا لك ايه، لا العلاج ده ما بيجيبش نتيجه. لا بيجيب نتيجه، في ناس صرف، واحد من الاليوبيه وواحد من الجيزه. دكتوره تانية تقول لي انت عايز اعالج طفله ب 2 مليون جنيه؟ لا الطفله دي من ايه؟ من دوله تانية. بتهم الحكومه، بتهم كل من اكبر راس لاصغر راس. علاج عيالي دي ان ما تعالجوش، او العلاج العيال التانية دي، انا بحملهم المسؤولية. شروع قتل عمد اللي هي امان، وشروع في قتل بقية الاطفال دول. احنا سبع اطفال من الدهلية، في الجيزة بتصرف، الاليوية بتصرف، السواس بيصرف.